يلا بينا. النهاردة كان ضيف عزيز علينا جدا في الحلقة كابتن شطة، يعني تاريخ كبير جدا، وعايزين كده يعني حاجة سريعة للجمهور هنا، رسالة للجمهور يوم إن شاء الله الجمعة. أول حاجة برضه من الجمهور إنه يعتبر دي مباراة يعني باسم مصر، لازم يكون عندنا يعني القدرة على إننا نخرج يوم رياضي يليق بهذه البطولة الأفريقية لكل الأفارقة وكل العالم. كل الناس تشاهد هذه المباراة في جميع أنحاء العالم، وأنا أتمنى إنه اللاعبين هم القادرين على يخرجوا هذا اليوم بشكل متميز، والجماهير يجب أن يكون لها دور كبير جدا في أن تبرز للعالم أن هذه المباراة يعني في بلد قوي، بلد كرة زي مصر. وأتمنى إنه كل نادي يبذل مجهود يعني، والتوفيق في الآخر طبعا عند الله، ونقول للكسبان مبروك والمباراة حاضرة. احنا كده كده في ظهر الاهلي يا كابتن شطة، طبعا الاهلي لازم مهما كانت النتيجه، بس احنا املنا كبير وان شاء الله تكون التاسعه يعني ان شاء الله.